الثالث الخوات راه جابوا الخوات اي الطريق هذه كتودي من ليساسفل جهه القضيه الازمور لا ميزو مرسيدس الحمد لله الحمد لله هذه البحيرة في منطقة لساسفة تبارك الله تبارك الله تبارك الله سي عبد الله هادي لك من الدوبل حد والطريق ضيقه وسير ب 20 جي قفلت هذا الرادار غادي بسرعه عندك راه يقول لك غادي بسرعه ولا شي حاجه راه عندك الرادار واخيرا الحمد لله